رجعنا لحضراتكم مره تانية وبرحب بضيوف الكابتن ممدوح عبيد المدرب العام لفريق 2001 واحمد نبيل كوكا لاعبي فريق 2001. ازيك يا كابتن ممدوح؟ ازيك يا كابتن اسامه، منور الشاشه يا كابتن، ربنا يكرمك. واول حاجه انا ببارك لحضرتك على البرنامج، اول مره مع حضرتك، حاجه جميله يعني اهتمام حضرتك بالاشبال والناشئين، وربنا يكرمك بالتوفيق على طول باذن الله. قول لي بقى، بتتابعوا البرنامج؟ ده طبعا، بس احنا عندنا مشكله صغيره في في الميعاد، ميعاد ماتشاتنا في نفس ميعاد برنامج حضرتك، فبنشوف الاعاده بالليل يعني، انما في في وقتها ما بنشوفوش. تمام. برحب النهارده باحمد نبيل كوكا. اهلا بك يا كابتن، وسعيد جدا مع حضرتك النهارده، وبشكرك على البرنامج وبارك لك ان انت بتسلط الضوء على الاشبال، فبشكرك يعني. قول لي بقى، ايه كوكا دي؟ ده اسم شهره ولا اسمك ده؟ لا ده اسم شهره، انا اسمي في الحياه احمد نبيل عاشور. كوكا دي والدي طلع عليا. والدك اللي طلع عليك يعني؟ جاي من ايه كوكا يعني؟ يعني انا لحد دلوقتي ما سالتوش، ما اعرفش يعني. احنا عندنا كان احمد حسن كوكا، اللي يعني اللاعب المحترف دلوقتي، فممكن تكون كوكا دي زي كوكا دي بقى. قول لي بقى كابتن ممدوح، يعني عايزك تقول لي الجهاز الفني بالبدايه بقى، يعني اسماء الناس كلها عندكم في 2001. احنا فرقه 2001، مدير فني الكابتن احمد سراج، وموجود كابتن زكريا حسين، وانا، وموجود جهاز طبي معانا الدكتور محمد عبد الحكيم. تمام. معانا كابتن ناجح مدلك. تمام. معانا كابتن محمد راشد اداري. معانا كابتن اسلام مخطط احمال. تمام. طبعا معانا العمال سامح وعم شعبان. تمام. ده الجهاز. ومدرب حراس مرمى. مدرب حراس مرمى صح، كابتن احمد ابراهيم. كابتن احمد ابراهيم التاريخ كله كابتن احمد ابراهيم يعني. ما شاء الله عاملين شغل يعني هايل يعني من بدايه الموسم، وتصدر جدول المسابقه، ويعني وبتفنشوا كمان الدور الاولاني ما شاء الله بلقاءات قويه جدا، يعني فوز امام الزمالك في ملعبه 2-0، فوز امام الاسماعيلي في ملعبه 3-1، وكمان فوز اخير يعني المصري 1-0. الحمد لله يعني. كان بدايه الدور الثاني كان الاسماعيلي في ملعبه وكان 3-1، والمصري الاسبوع اللي فات كنا في السويس 1-0، وقبليها كان الزمالك الحمد لله في ميت عقبه 2-0. فالحمد لله احنا ماشيين بخطه ثابته، وكل ماتش الحمد لله بيجيب اللي بعده الحمد لله. انت عارف في النادي الاهلي اول حاجه بتحطها المكسب. طبعا دي طبعا دي اول حاجه، فالحمد لله المكسب بيجيب مكسب، فالحمد لله ماشيين بخطه ثابته، والحمد لله يعني مصدرين الدوري من اول اسبوع لحد دلوقتي الحمد لله. تمام. قول لي بقى ابو حميد، بقالك كام سنه في قطاع الناشئين بين الله؟ انا بقالي 9 سنين في النادي الاهلي، من 2008 2009. 2008 2009 اختبارات ولا؟ جيت عن طريق الاختبارات، كنت بلعب في مركز شباب عندنا، مركز شباب البساتين مع كابتن احمد عبد الهادي. وجي قال لي ان في اختبارات النادي الاهلي فعايزك تروح. فعلا تاني يوم رحت النادي الاهلي، كان رحت الاختبارات والحمد لله نجحت، يعني كان من احسن ايام حياتي. يعني ان انا اتقبل في النادي الاهلي ده، دي حاجه كبيره جدا بالنسبه لي. كان في فرقه ال2000 بقى كانت لسه موجوده، كانت ال2001 لسه ما اتعملتش. تمام. قعدت معاهم 3 شهور، وبعدين جم قالوا لي هتنزل الاكاديميه سنه على ما ال2001 تتعمل. تمام. يعني انت انضميت للنادي الاهلي مع 2000، ما كانش لسه 2001 لا الفرق. ما كانش لسه ال2001 اتعملوا، نزلت للاكاديميه 3 شهور. تمام. كانت ال2001 بقى اتعملت، طلعت بقى كانت ال2001 اتعملت، والحمد لله من ساعتها موجود في النادي الاهلي، يعني ربنا يديم عليا نعم ان شاء الله يعني، وتبقى موجود كمان في الريال. بتتابع بقى برنامج الاشبال؟ واحنا دايما بناخد تشكيله الاسبوع دايما بيكون فيها احمد نبيل كوكا. طبعا. يعني انا بشكرك فعلا على البرنامج ده، يعني الناشئين في مصر كانت محتاجه برنامج زي ده يهتم بالناشئين، فانا بشكرك. وطبعا بنتابع البرنامج، بس زي ما كابتن ممدوح قال، يعني كان الميعاد بس يوم الجمعه الساعه 3 بس بيبقى عندنا ماتش، ففي الاعاده طبعا بنتابع البرنامج. تمام. كابتن ممدوح، قول لي بقى يعني التعاون اللي ما بينك وما بين الكابتن احمد سراج يعني، وما بين الجهاز الفني كله. يعني انا وكابتن احمد سراج وكابتن زكريا وكابتن احمد ابراهيم برضو معانا. تمام. يعني كابتن احمد سراج الصراحه بيشاركنا في كل حاجه، بياخد راينا في اللعيبه، في التشكيل بتاع الماتشات، عندنا مثلا حد في نقص في حاجه فبيجي بياخد راينا، والراجل الصراحه برضو في التغييرات في الماتشات برضو بياخد راينا، فصراحه يعني الراجل متعاون جدا معانا، واحنا الحمد لله متعاونين معاه. والحمد لله يعني ده نتيجته ان الفرقه الحمد لله ماشيه على طول بخطه ثابته الحمد لله يعني. تمام. احمد نبيل، قول لي بقى يعني، انت واحنا بنتكلم قبل الهوا قلت لي على رقم كده انتم محققينه في 2001 من السنه اللي فاتت. محققين رقم كبير، بقى لنا 52 مباراه بدون هزيمه. 52 مباراه من الموسم اللي فات. 52 مباراه بدون هزيمه، والحمد لله دايما اقوى خط هجوم، اقوى خط دفاع،
ماشيين بخطه ثابته دايما بنتكلم انا وزمايلي ان عايزين نكبر الرقم ده ما يقلش. يعني انتوا بتتكلموا كمان وانتوا صغيرين وناشئين ان كنت انكم عاملين رقم من السنه اللي فاتت عايزين تكملوا المسيره دي؟ عايزين نمشي على المسيره دي، عايزين نكبر الرقم ده ما حدش يقدر يكسره. عايزين يعني 52 مباراه نتكلم ليه ما يكونش 60، ليه 70، ليه 80؟ عايزين نمشي على خطى ثابته ان شاء الله ونعمل ارقام كبيره زي ما احنا متعودين. خلي بالك واحنا كنا برضو يعني افتكر دلوقتي وانا كنت لاعب كان على ما اعتقد سنه 2005 وكنا مع مستر مانون جوزيه، حققنا وصلنا الرقم على ما اعتقد حاجه 79 مثلا او 76 حاجه كده، ان احنا وصلنا لعدد من المباريات بدون هزيمه في النادي ده، وكان رقم كبير يعني اتحط في ال. احنا متعودين من صغرنا ان ما فيش حاجه اسمها هزيمه، يعني بالنسبه لنا طبعا الهزيمه وارده في كره القدم، بس احنا متعودين ما فيش هزيمه، يعني دايما ان شاء الله بنلعب على المكسب. فالحمد لله يعني الرقم ده كويس جدا وان شاء الله نكبره اكتر ان شاء الله. مباراه بنشوف دلوقتي كابتن ممدوح كابتن احمد، دي كانت مباراه الاهلي وبيراميدز صح؟ انتهت فوز الاهلي 3-2. ده كانت مباراه مثيره دي. مباراه الصراحه كابتن كانت صعبه جدا. الثواني الاخيره احنا كسبنا في ممكن في الدقيقه 91 او 92 جبنا الجون الثالث. يعني الماتش كان ماشي 1-0 لينا. قول لي بقى الهدف ده مين اللي جابه بقى؟ ده الهدف ده بتاع بيراميدز، ده الجون الهدف الثاني بتاع بيراميدز. الهدف الثالث جابه الكابتن احمد عاشر. جابه في الدقيقه حاجه و90. الجون الثاني كان جابه ده الجون الثالث؟ ده الثالث ده جون الفوز في الثواني الاخيره؟ ده الجون الثاني. الجون الاولاني كان شادي، الثاني عبد الوهاب. شادي رضوان جاب جون رائع في المباراه دي. صراحه يعني كان مهاره عاليه جدا، وركنها بطن رجله. كان هادي جدا في ال 18، وقف على كورته عدى من واحد ورقص الثاني. ده كان الهدف الثالث على فكره. ده الهدف الثالث بتاع اشرف. ده هدف شادي. ده الهدف بتاع شادي، ده الهدف الاول. يعني ربنا يشفيه يعني، وان شاء الله يرجع لنا بالسلامه ان شاء الله. طمنا بقى شادي رضوان يا كابتن ممدوح، يعني كان نزل وبعد كده رجعت له اصابه ثاني، يعني وصل لايه دلوقتي؟ هو والله كابتن هو دلوقتي في فتره راحه سلبيه، يعني بعد العمليه كان ركب شريحه ومسامير في كتفه. فالدكتور بعد العمليه اداله راحه سلبيه. تمام. وبعد الراحه السلبيه تخلص ان شاء الله هينزل يعمل تاهيل، فهو قدامه في راحه سلبيه ممكن اسبوع 10 ايام. بعد كده يبدا يعمل بقى التاهيل بتاعه علاج الطبيعي. يعني اهم حاجه مش عايزينه يستعجل، يعني ياخد وقته الكافي عشان مش عايزين الاصابه ترجع تاني. شادي رضوان وطبعا كل اللعيبه زمايله في القطاع كلها مواهب لازم نحافظ عليها. طبعا احنا في الفرقه مفتقدينه جدا، بس يعني الحمد لله زمايله معوضين الغياب ده. هو يعني حاجه كبيره جدا في الفرقه، بس الحمد لله موجود، الناس كلها بتادي والناس كلها يعني معوضين الغياب بتاعه، بس طبعا ان شاء الله ربنا يرجعونا بالسلامه باذن الله. ان شاء الله. قول لي بقى ابو حميد، مباراه الزمالك كانت اول مباراه ليك تلعبها قصاد الزمالك، ولا كان لعبت مباراه قبل كده؟ لا، لعبت مباراه قبل كده السنه اللي فاتت، والحمد لله برضو كسبناها. كسبتوها كام السنه اللي فاتت؟ كسبناها 3-1. 3-1. الحمد لله. يعني دايما يعني احنا لعبنا بتهيألي 6 ماتشات مع الزمالك، 6 الحمد لله يعني كسبناهم. الحمد لله ما شاء الله. الحمد لله. ايه اللي يختلف بقى؟ السنه اللي فاتت المباراه كان على ما اعتقد كانت في ملعب السويس، السنه دي المباراه كانت في ميت عوبه صح؟ ميت عوبه في ملعب الزمالك. يعني ايه اللي يختلف بقى، انك بتلعب في ملعب محايد او بتلعب جوه نادي الزمالك؟ لا، جوه نادي الزمالك وجوه النادي الاهلي انا شايف دي احسن بكتير، يعني بتبقى اجواء خاصه، دي الاهلي والزمالك دي بتبقى يعني مباراه جماهيريه، مباراه ليها طعم تاني يعني كلعيبه وجماهير وكل حاجه يعني تعمل. الحمد لله يعني قدرنا نكسبها الحمد لله. يعني كان عندكم يا كابتن ممدوح ماتشين مهمين في نفس الاسبوع، زمالك في ملعبه في ميت عوبه، بعد كده في نفس الاسبوع بتروح الاسماعيلي في اسماعيلي، وبعد كده المصري. التلات ماتشات في اسبوع المصري كمان، يعني التلات ماتشات كان جمعه اتنين جمعه، لعبنا في اسبوع واحد تلات ماتشات. يعني انت بتتكلم جمعه اتنين جمعه، يعني مفيش وقت كمان كافي للراحه انك ما بين مباراه والتانيه. لا ما كانش في وقت، يعني في الاسبوع لعبنا التلات ماتشات، والثلاثه يعني حضرتك عارف قيمه الفرقه اللي احنا بنلعبها، الزمالك اسماعيلي مصري. يعني ثلاثه قيمه كبيره وفرق كويسه وفرق محترمه، فالحمد لله ربنا كرمنا ان احنا قدرنا، يعني اللعيبه موجوده وجاهزه وواقفه على رجليها ان هي تقدر تأدي الثلاث ماتشات في اسبوع واحد. ربنا كرمنا بالثلاث ماتشات بالتسعه بونت الحمد لله. تمام يعني. وكان دي مرحله مهمه جدا كمان عشان تصدركم الدوري، وهنشوف دلوقتي برضو على الشاشه نستعرض دلوقتي جدول الترتيب بالاهداف، زي ما احنا قلنا دلوقتي يعني احمد نبيل بيقول احنا اقوى خط هجوم واقوى خط دفاع، ومتصدرين كمان بفارق كبير عن المركز الثاني هو طلائع الجيش. قول لي بقى ابو حميد مين؟ طيب هنشوف دلوقتي على الشاشه مع حضرتك دلوقتي ده جدول الترتيب، يعني جدول الترتيب. النادي الاهلي في المركز الاول لعب 19 مباراه، فوز في 16 مباراه، تعادل في 3 ماتشات، مفيش هزيمه الحمد لله. اقوى خط هجوم 57 هدف،
واقوى خط دفاع 10 اهداف رصيد 51 نقطه. المركز الثاني طلائع الجيش، بس طلائع الجيش ليه مباراه مؤجله مع الاتحاد السكندري في المركز الثاني برصيد 43 نقطه. شايف يا كابتن مدوح بقى التصدر والارقام ما شاء الله الهائله دي ازاي؟ لا الحمد لله، يعني اول ما مسكنا الفرقه في اول موسم يعني احنا واخدين انطباعنا ان دي احسن فرقه موجوده في القطاع، فيها لعيبه الصراحه مواهب كويسه، فيها ناس ان شاء الله باذن الله كمان سنتين ثلاثه بالكتير تكون ممثله النادي الاهلي الفريق الاول، ويكونوا يعني حاجه كويسه في المنتخب كمان. فهم فرقه كويسه، واحنا الحمد لله اجتهدنا معاهم واشتغلنا، وهم الصراحه بينفذوا كويس يا كابتن اسامه، بيسمعوا الكلام من الناس اللي بتادي الواجبات اللي انت بتطلبها منها يعني على طول، يعني ما بتاخدش معاك وقت، فدي اللي مساعدانا الحمد لله ان هم بيادوا كويس ومساعدانا في التصدر بتاع الجدول. يعني كان معايا النهارده مداخله مع كابتن ربيع ياسين، وكنت بكلمه كمان على منتخب 2001، واحنا عندنا اربع لعيبه من 2001 في منتخب مصر. الاسماء مغربي صابر وعبد القادر وعربي. ان شاء الله تكون موجود ان شاء الله، يعني باستمرارك بادائك القوي ودايما بناخدك في تشكيله الاسبوع، ان شاء الله يكون ليك فرصه يعني قريبه في منتخب مصر. قول لي بقى وانت بتتفرج على ماتشات الفريق الاول، مين مسك الاعلى فوق؟ مسك الاعلى كابتن حسام عاشور طبعا. حسام عاشور قدوه ليا يا كابتن حسام عاشور، بيتهيألي بقى له 15 سنه الراجل حاطط رجله في الملعب. يعني كابتن حسام عاشور من الحاجات اللي باخدها منه يعني وهو مستوى قليل بيديك 70% من ادائه كويس، يعني دي حاجه كويسه جدا. يعني الراجل بقى له 15 سنه بيشارك مع اساسي بطولات كتير جدا، يعني ربنا يكرمه ان شاء الله ويفضل وياخد بطولات اكتر واكتر ان شاء الله، ده مثل الاعلى في مصر. خلي بالك حسام عاشور يعني واحنا في سنه 2005 كان لسه ناشئ صغير طالع من الفريق الاول، كان بيلعب وقتها حسن مصطفى وكان بيلعب محمد شوقي، وهو كان بيدخل برضه يعني على فترات، بس من اللحظه من 2005 وانت بتتكلم في 2018 حسام عاشور يعني رسالتي لكل الناشئين داخل النادي الاهلي هو بنفس التواضع اللي هو فيه، نفس النجوميه اللي وصلها، بنفس التواضع، بنفس دايما احترامه للتمرين واحترامه لمدربه. حتى لو بصينا على مدار ال 13 سنه ولا 15 سنه اتغير مدربين على النادي الاهلي سواء مصريين او اجانب، دايما بتلاقي حسام عاشور رقم واحد. طبعا زي بقول لحضرتك يعني بقاله 15 سنة زي ما بتقول لحضرتك، مدربين، جهاز فني بيتغير، دايما هو يعني العمود الرئيسي للنادي الأهلي في المكان ده، يعني ربنا يكرمه ويحميه إن شاء الله. يعني ومين عالميا بقى؟ عالميا كانتي. كانتي ده بتاع تشيلسي. اللاعب الفرنسي. طيب كابتن ممدوح كلمنا بقى عن يعني علاقة الكابتن فتحي مبروك بمدربين القطاع، يعني خاصة إن احنا دايما يعني كابتن فتحي مبروك دايما ورا فرق القطاع، دايما بيسافر معاكم، موجود في الماتشات اللي موجوده في مدينه نصر. لا هو الصراحه يعني كابتن فتحي من الشخصيات المحترمه جدا، راجل طبعا قيمه وقامه كبيره، هو محتوي الناس كلها. يعني انا من ساعه ما هو مسك القطاع انا ما حسيتش ان مثلا هو مدير القطاع واحنا مدربين، لا احنا حاسين ان هو يعني اخونا الكبير موجود على طول، توجيهاته معانا على طول، ما بيسيبناش في اي ماتش، يعني ورانا في اسماعيليه ورانا في السويس واي مكان بيكون موجود على طول متواجد معانا، توجيهاته على طول مستمره معانا. فالصراحه يعني هو يعني راجل باذل مجهود كبير، ومجهوده ده منعكس على القطاع، يعني القطاع ما حضرتك اغلبيه الفرق كلها متصدره يعني الحمد لله. ان شاء الله احنا بنستعرض دايما في برنامج الاشبال كل جداول الترتيب دايما، يعني كل اسبوع تبقى معانا. فده يعني برضو ده يعني ثمار ومجهود القطاع كله، برئاسه كابتن فتحي برضو ان هو يعني محتوي الجهاز القطاع كله الصراحه. يعني الراجل مش مقصر في حاجه الصراحه، وبقول لحضرتك يعني احنا عايزين ان هو اخونا الكبير، يعني مش المدير بتاعنا، محتوينا وبيقعد معانا وبيتكلم ومصاحبنا وبيوجه الاولاد على طول، يعني في التمرين في الماتشات بيجي بيقف معاهم بيديهم خبراته طبعا. فالصراحه الراجل يعني ربنا يكرمه، يعني اب تاني لينا، يعني دايما بيتكلم معانا، بيسافر معانا الماتشات على طول، بيتكلم معاكم دايما يعني بيهزر معانا حتى يعني خارج الملعب، دايما بيهزر معانا، دايما بيسافر معانا ماتشات بره، مكافئات، يعني بنشكره طبعا من خلال قناه النادي الاهلي. مش متاخر الصراحه. طب قول لي بقى مكافاه الزمالك بعد ما كسبتوا الزمالك؟ لازم كنا عرفنا ان كابتن فتحي هيطلع مكافاه وقتها على طول. طلع لنا مكافاه مضاعفه الحمد لله، ويعني دايما في الماتشات مش الزمالك بس، يعني اي ماتش دايما على طول لنا مكافاتنا يعني الحمد لله. طموحاتك ايه مع النادي الاهلي؟ ان انا واخدها حاجه يعني. اول حاجه البطوله مع فرقتي 2001 ان شاء الله اخدها. تاني حاجه منتخب مصر ان شاء الله.
ثالث حاجه الدرجه الاولى طبعا، ده الحلم الكبير ليا بقى. بتحلم دايما بالدرجه الاولى طبعا، يعني وانت في كل تمرينه بتنزل او في كل مباراه دايما حاطط الدرجه الاولى في بالك يعني؟ طبعا من اول جيت النادي الاهلي 8 سنين ولا 9 سنين بموت نفسي ان انا يعني اطلع درجه اولى طبعا، يعني ده الحلم اللي انا بسعى له يعني، ووالدي ووالدتي بيسعوا له يعني وبيتعبوا معايا عشان اوصل له. كابتن ممدوح قول لي بقى، كابتن احمد سراج دايما بلاقيه واقف على الخط حتى والنادي الاهلي كسبان، دايما بتلاقيه واقف وبوجه وبيصحح اخطاء. هل يعني هي عاده عن الكابتن احمد سراج ولا هو ده الصح في السن؟ هو الكابتن احمد من عادته ان هو بيحب يقف على الخط عشان الاولاد تسمع صوته مستجيبه معاه على طول. فهو كسبان او متعادلين يعني، او لا قدر الله مثلا متاخرين بجون ولا حاجه، على طول بيحب يكون واقف بيديهم توجيهات. هم كمان في الملعب الاولاد بتستجيب جدا يعني، كمان لما الكابتن احمد بيبقى واقف بيسمع صوته بيوجههم بيحفزهم في الماتش فبيستجيبوا جدا. فهو كمان هو حابب ان هو يبقى متواجد على الخط على طول يعني. واوقات كتير برضو بيجي بيقعد يقول لي يلا كابتن ممدوح انت قوم وجه، وكابتن زكريا قوم انت قول لهم كده، ف بتبقى يعني بالتناوب ما بيننا احنا الثلاثه يعني على طول يعني. ابرز النصائح بقى الكابتن دايما سراج بيديها لك احمد؟ يعني كابتن احمد اشتغل معايا كتير جدا السنه دي وطور مني جدا يعني، دايما عايزني يعني، كان معايا مكالمه معاه امبارح، دايما عايزني اثبت على المستوى اللي انا ماشي بيه ده من اول السنه، وان شاء الله انا بوعده يعني ان شاء الله هتطور اكتر واكتر، ويعني دايما بيتكلم معايا وان شاء الله عندي احسن، وان شاء الله يعني الماتشات الجايه ان شاء الله هيبقى فيها اداء احسن من الماتشات اللي فاتت ان شاء الله. زي ما احنا انتم معوديننا دايما ان دايما فريق 2001 يعني ده حصان الرهان بتاعنا دايما هنا في مناجل الاشبال باذن الله. ان شاء الله. خلي بالك احنا يعني دايما يعني ذعنا مباراه ل 97 على الهواء مباشره على شاشه قناه النادي الاهلي، وبكره برده ان شاء الله السبت هنكون في استوديو تحليل للمباراه برده شباب الاهلي وشباب المقاولين. لسه 2001 ان شاء الله هنذيع لكم برده مباراه على الهواء مباشره ان شاء الله. ان شاء الله يعني بنشكرك يا كابتن بجد يعني مهتم بينا جدا، فاحنا بنشكرك يعني من خلال قناه النادي الاهلي. يعني حضرتك كمان عملت برنامج يعني ومجهود كبير جدا انك سلطت الضوء على يعني الاشبال دول، ان يعني ما كانش حد برده بيشوفهم، ما حدش سمع عنهم، فدلوقتي حضرتك بالبرنامج بتاع حضرتك الاشبال بدات تتعرف، بداوا الجماهير يعرفوهم. يعني حضرتك برده انت عصرت الاهلي في التتش، احنا كان الجماهير عارفانا واحد واحد بالاسم. فدلوقتي غابت دي، ان طبعا احنا رحنا مدينه نصر دلوقتي الناشئين والفريق الاول في التتش، فالجماهير في التتش ما بيجوش مدينه نصر، فما يعرفوش اشبالهم دي، ما يعرفوش الشباب اللي هتطلع بعد كده مش عارفينه. من خلال برنامج حضرتك دلوقتي بداوا يعرفوهم بالاسم وبداوا يحفظوهم ويعرفوا ده يعني مميزاته ايه، وده ان شاء الله يبقى موجود في فريق اول كمان سنه اتنين. فيعني بنشكر حضرتك يعني جدا. واحنا هنا في برنامج الاشبال دايما هنبقى في ظهركم، ودايما لو في اي مشكله لقطاع الناشئين دايما هنكون يعني واقفين في ظهركم وهنحلها لكم، دايما هنكون سند ليكم، ودايما هنسلط الضوء وهنبرز المواهب الموجوده داخل قطاع الناشئين، زي ما احنا برضو تواصلنا مع الكابتن ربيع ياسين وبنقدم مواهب لمنتخب 2001. عايزك تكلمنا يا كابتن ممدوح عن يعني المواهب الموجوده داخل 2001، عايزك تكلمني عن كل عنصر كده. يعني بص حضرتك يا كابتن، يعني فرقه 2001 يعني لو قعدنا نعدها يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يحرسهم، يعني احنا لو عندنا حاجه و20 واحد متقاعدين في القايمه كلهم يعني مواهب واحده باذن الله. بس هي بتختلف، حضرتك عارف ان جاهزيه اللاعب ده هو اللي بيبقى موجود في الماتش الثاني مثلا قريب منه وكل حاجه، بس انا في الماتش ده محتاج ده ومش محتاج الثاني. انما هم بسم الله ما شاء الله يا كابتن يعني كلهم مواهب واحده باذن الله، وان شاء الله يبقى ليهم اسم كبير جوه النادي، واللي ما هيحصل له التوفيق في النادي يبقى ليه اسم كبير برضه بره النادي باذن الله. طيب عربي بدر، عربي بدر بيتم تصعيده اللي بيلعب مع 97 وبرضه تصعيده خلال الفتره اللي فاتت مع الفريق الاول في مباراه الوديه، يعني شايفين ازاي الشغل ده خاصه ان عربي بدر كمان عندكم في 2001؟ لا هو يعني لعيب مميز، وكابتن عادل اول ما جه اول الموسم مسك واتفرج على الفرقه فاختار كذا عنصر من الفرقه عندنا. فمع الكلام مع كابتن احمد سراج اتفقوا ان مثلا عربي يبقى هو اللي موجود فوق، فعربي موجود فوق بيمثلهم في 97، حتى احنا ما بنيجي نطلب عربي من الكابتن عادل. يعني في تعاون، في يعني تعاون طبعا ما بين 2001 وحتى كابتن مدحت في 99 وكابتن عادل عبد الرحمن في 97. طبعا الثلاث فرق اللي فوقينا في تعاون، يعني احنا في اول الموسم كان كابتن امين في ال 2000 واخد من اللعيبه، كابتن مدحت كان واخد، كابتن عادل كان واخد، فيعني هم احنا ما بنحتاج حد من اللي موجودين فوق معاهم صراحه، ما بيتاخروش عننا وبناخدهم. وكابتن ياسر محمدين برضو
في 2002 احنا واخدين منه كذا عنصر، والراجل اي حاجه بنطلبها منه برده ما بتاخرش عننا. فالحمد لله كل فرق الناشئين في تعاون ما بينهم. انا عندي لعيب الفرقه اللي فوقيه ممكن تاخده، انا في الفرقه اللي تحتيه ممكن اخد منهم. فالمساله يعني كل القطاع واحد، كل القطاع واحد. اي لعيب بتحتاجه من اي فرقه ما حدش يتاخر عنك الحمد لله يعني. طيب، واحنا دايما هنفضل في ظهركم وفي ظهر كل فرق القطاع في النادي الاهلي. كابتن ممدوح بيت، شرفتنا ونورتنا. ربنا يكرمك كابتن اسامه بالتوفيق دايما، وان شاء الله البرنامج بتاع حضرتك ده يبقى احسن برنامج في الشرق الاوسط ان شاء الله. كابتن احمد نبيل، شرفتنا ونورتنا. بشكرك كابتن اسامه، وسعيد جدا ان اول لقاء ليا يكون في قناه النادي الاهلي، يكون مع نجم كبير زي حضرتك. فانا بشكرك وبشكرك مره ثانيه على البرنامج وبارك لك. خلي بالك انت اول ضيف يبقى لاعب عندنا في برنامج الاشبال. حبيبي يا كابتن، حبيبي، ربنا يخليك، ربنا يكرمك دايما ان شاء الله. بشكر ضيوفي اللي شرفوني النهارده، الكابتن ممدوح عبيد المدرب العام لفريق 2001، واحمد نبيل كوكا لاعب فريق 2001. استنونا بكره ان شاء الله الساعه 1:30 حصريا على شاشه قناه النادي الاهلي والاستوديو التحليلي لمباراه شباب الاهلي والمقاولين 97. استنونا بكره وفي مفاجآت كتير. شكرا والى اللقاء.